بالنسبة للإشكال الذي طرحه جواز التلقيح، هو إشكال طرح عدة مرات في من طرف اللجنة الوطنية لتدبير الجائحة، وكان هناك تفكير أكثر في جواز الصحي. المعطيات اللي كانت في هذاك الوقت أن كان هناك تراخي في عملية التلقيح، وكان الإقبال كان خف كثيرا وأصبح لا يتجاوز 30,000 أو 35,000 اليوم بالنسبة للحقنة الأولى، واللي كنا خصنا نكون فيها أكثر من 100,000. هذا هو هاد التوصيات، هي توصيات عامة تشمل الكثير من الإجراءات الاحترازية، ومن جملتهم كان النقاش، وكان نقاش كبير حول الجواز الصحي وجواز التلقيح، حول رفعت توصياتها في هذا الميدان نظرا لهبوط الإقبال عن التلقيح. وكان عفوا أن التلقيح هو بحد الآن من الوسائل الطبية لتلافي تلافي الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية ديال هذه الجائحة. هذا هو المرتكز اللي كان، والسلطات الصحية خذت بهذه التوصيات وطرحت هذا المشكل ديال الجواز التلقيح، الذي كذلك فيه نقاش كبير على الصعيد العالمي وكذلك على الصعيد الوطني، وهو نقاش صحي، في لأن هذا الجواز يطرح إشكالات تطبيقية، يطرح إشكالات حقوقية، ويطرح إشكالات كذلك قانونية. وكما جاء في كلمة الأمين العام للمجلس الوطني، وأنا وهو على حق في هذا الميدان، اللي خص واحد التطور في هذه المقاربة. بالنسبة لكم أنتم في اللجنة العلمية، وأنا أعتذر منك على عدم دقة تقديمك في الصفة، أنتم عضو اللجنة العلمية التي نوجه لها كل التحية والتقدير. في اللجنة العلمية كان لديكم تخوف من أنه عملية التلقيح تقدمت كثيرا، وعدم اكتمالها بالشكل المطلوب يمكن أن يهدد كل ما تم غزله منذ البداية. هو كذلك، هل هكذا كان الأمر؟ الإشكال اللي كان مطروح هو مع تقدم عملية التلقيح، وإن كنا وصلنا إلى تقريبا بالنسبة للحقنة الثانية أكثر من 70%، وهو رقم مشرف. وكذلك لاحظنا أن كان هناك بعض التراخي في الوسائل الاحترازية، والخوف الكبير لأن هذا الفيروس يفاجئنا بالكثير، كانت انتكاسة التي عرفها العالم وعرفتها دولة كبريطانيا اللي كانت ملقحة في الكثير، وعرفت هذه الانتكاسة التي تعيشها الآن، وكذلك الانتكاسة اللي كتجري في روسيا وفي بعض دول أوروبا الشرقية والوسطى كرومانيا. كثير من هذه البلدان عرفت هذه الانتكاسة، وهذا التخوف واللي يجعل أن لا في اللجنة العلمية ولكن كذلك من طرف السلطات الصحية تمر السرعة القصوى بفرض هذا الجواز التلقيح. طيب. الذي وأنا أعترف بذلك كيطرح مشاكل للذكر عليها. شكرا جزيلا لكم بروفيسور سعيد متوكل.